السلام عليكم. اليوم نروح لولاية تاع بشار لنقف على مشروع المدمج تاع إنتاج الحديد واستغلال المناجم خارج البلاد. إذا في هذا الإطار يتم حاليا وضع اللمسة الأولى للمصنع تاع معالجة الحديد الخام المستخرج إذا من مناجم خارج البلاد بولاية تندوف. إذا وهذا المصنع اللي يتربع على مساحة 2000 هكتار، يعني مساحة كبيرة جدا، سوف تنطلق الأشغال فيه. وبعد التحضيرات يعني فيه توصيلات كثيرة نتاع الغاز والكهرباء والماء والطريق، يعني فيه عدة مستلزمات لازم تكون موجودة في المنطقة نتاع الإنشاء نتاع هذا المركب لإنتاج إذا الحديد المركز، قصد يعني إيصاله لمصانع تحويل الحديد بوهران وأرزيو. إذا نخليكم تتابعوا الفيديو حول المركب هذا اللي يعطينا تفاصيل أكثر حول المشروع تاع المركب نتاع تحويل الحديد الخام إلى حديد مركز. نخليكم تتابعوا الفيديو حول الموضوع والسلام عليكم. على هذا النحو سيكون الشكل النهائي للوحدة الأولى الخاصة بإنتاج مركز خام الحديد ببشار المحول من منجم خارج بيلات تندوف. هذه الوحدة الإنتاجية ستعمل على معالجة 2 مليون طن سنويا من خام الحديد. المرحلة الأولية من المشروع والتي ستخص تحويل 2 مليون طن من خام الحديد لإنتاج 1 مليون طن من مركز خام الحديد. نحن درسنا مع السلطات المحلية والمركزية وكل الشركات المختصة في التموين بالماء والغاز والكهرباء بالنسبة للمصانع، وقد حدد حجم المصنع ب 20 مليون طن من الخام والذي سينتج عنه 10 ملايين طن من المواد المركزة. الأرضية المخصصة لإنجاز هذا المشروع تتربع على مساحة تقارب 1400 هكتار، وتقع بمنطقة التوميات القطب الصناعي الجديد الذي يتوفر على كل المتطلبات. إذا كان يحتاج 15 مليون أنا إذا كان درت غير 30 ألف اللي راهي موجودة عندي في 365 تخرج لي 20 مليون سنويا، معناتها نقدر نوفرهم الماء. الكهرباء راك شفتوا عندنا زوج اثنين خطوط، واحد تاع 400 واحد تاع 200 بيجوا من عين الصفر. كذلك درنا 4 محطات لتوليد الكهرباء هنا في بشار. كذلك رانا الان في صدد انجاز سنترال مركز نتاع 400 كاتسا ومركز نتاع دوسا، هذا الكل باش نوفرهم للمنطقه الصناعيه بالاضافه الى المحطه الجديده نتاع الطاقه الشمسيه. وكخطوة استباقية لتوفير اليد العاملة المتخصصة في هذا المجال، سيتم قريبا إدراج التخصصات المطلوبة في كليات الجامعة ومعاهد التكوين بالولاية.